مين معنا لنشوف لنا نعمل اليوم هيك قبيلة سريعة، رح نعمل المتبل، فبدنا الأغلبية يكونوا موجودين. اليوم أنا بدي أعمل متبل الباذنجان، رح أعمل هيك طبق صغير بس لحتى تشوفوه. أنا امبارحة كنت عاملة أكلة فيها باذنجان، فقمت شوي صغيرة بس من الباذنجان المشوي لحتى نعمل اليوم هذا طبق المتبل. فيا ريت الكل يكون موجود معي لحتى نبلش هلأ نعمل هاي المقبلات السهلة. بعده هيك شوي لحتى اقدر اتحرك هون. هنحط هدول اللي بدنا نشتغل عليهم هلا قدامنا. ام مصطفى يا اهلين وسهلين، يسعد هالمسا. اهلين يا ام مصطفى. اليوم رح نعمل بس هيك طبق صغير من المتبل وندردش شوي ونشوف شو في عندكم أسئلة، شو في عندكم استفسارات لحتى نرد عليكم. مغترب من المانيا في كندا، أهلين وسهلين، عليكم السلام. ماشي يلا نتسلى أنا وياك، يا ريت حدك وكنت ساعدتك بلف الدوالي. تمام يلا انت اشتغلي بلف الدوالي وانا بقعد بدردش معكم. اذا عندك شيء سؤال اسالينا، عندك شيء قصه احكي لنا اياها. يا ميت اهلين وسهلين، يا ميت اهلين وسهلين من كندا، يا ميت اهلا وسهلا، تسلمي لي حبيبه قلبي يا مصطفى. ام عبدو الغاليه يا ميت اول المتابعين، ام عبدو يا ميت اهلين وسهلين، اهلا وسهلا. هلا خلص تعلمتي على اللايف، خلص تمام صار. امبارح مثل ما قلت لكم كنت عامله عجه، وان شاء الله بدي اعمل لكم اياها فيديو تشوفوها، يعني بنزل لكم اياها فيديو. رولا مساء الخيرات، يا هلا حبيبتي رولا اهلين، رح نزل لكم ان شاء الله فيديو. بس اخذت منها هيك كم حبه باذنجان، يعني بس اعمل طبق صغير تشوفوا، لانه انا عملتها بالباذنجان المشوي العجه. بس شو طلعت عجه والله كثير كثير طيبه، طعمتها مميزه يعني. اهلين يا عمري، اهلين هلا، اهلا وسهلا فيكي. نور الزهراء يا اهلين وسهلين. صباح، اهلا وسهلا يا صباح منوره، يسعد هالمسا. المنتقى الجبار يسعد هالطله، ميت اهلين وسهلين، يسعد مساكم جميع يا ميت اهلا وسهلا. مثل ما قلت لكم انا امبارحه كنت عامله عجه، فكنت شاويه باذنجان، بس ما كان عندي هذا الباذنجان الكبير. هو افضل نحن نشوي هذا الباذنجان الكبير، لان وقت عم نشوي هذا اللي بيكون هيك رفيعه طويل عم بيروح نصه بالقشر، فانا كان عندي بس هذاك النوع، اضطريت اعمل منه يعني. مسا الورد يا هلا اهلين، يسعد هالمسا، اهلين يا فاطمه، اهلين مشرفينا الغالين يا هلا. سهيلة، سهيلة اهلين يا سهيلة، سهيلة ولا انا هيك سهيلة. فانا جبت هذا الباذنجان عملت منه العجة، وان شاء الله بنزل لكم الفيديو عن قريب يعني بكره او بعد بكره. واخذت بس هيك شي باذنجانتين صغير لحتى اليوم ونحن عم ندردش ما تملوا يعني وتضوجوا، نكون عم نعمل شغلة هيك بسيطة. حبيبتي شكرا. فانا هون كنت بس ارجيكم اياها الباذنجان، حتى يعني هذا بيكون فيه شوي بزر، يعني انا ما انا بفضل هداك لانه بيكون البزر قليل. انا هون كنت شاويه شوي من الباذنجان، شايفين كيف؟ ضروري نحن نصفيه لانه الباذنجان بينزل منه مي، هاي المي السوداء بصير لون متبل غامق اول شيء وبعدين بمرمر. فلما بتشوي الباذنجان دائما حطوه بمصفايه مثل هيك، يعني حطوه واتركوه يصفى. انا هذا لانه من امبارح ما فيه مي، بس امبارح انا اللي صفيتهم كبيتهم وخليت هاي القطعه الصغيره بس لحتى ارجيكم اياها. حتى شايفين نوعه مثلا بتحسوا فيه شوي بعده في شوي بزر، يعني لهيك انا هذا ما كثير بحب استخدم هذا، بحب هذاك اللي بيكون هيك الحجم كبير، الحجم الباذنجاني بيكون كبير افضل للشوي. امبارح كنت عامله عجه من هذا الباذنجان المشوي، بس اليوم راح اعمل متبل الباذنجان. اخذت هيك قطعتين قلت اليوم بنشتغل فيهم سوا.
حتى نحن عم نسأل، نحن عم نحكي وندردش، نكون عم نعمل شغلة بسيطة هيك تستفيدوا منها، ما يكون وقتنا بس هيك حكي يعني، نستفيد من الوقت كمان. بس امبارحة هذا عملت منه عجة، وفعلا العجة كتير كتير طيبة طلعت، يعني نكهة الشوي طلعت بالعجة كتير كتير، عطتها نكهة طيبة. فاليوم رح نعمل ان شاء الله المتبل. يا مساء الورد، اهلين، مساء الخيرات. فايزة اسماء، والله انا حاطه النظاره والموبايل شوي بعيد عني، بعد ساعه لحتى اقرا الاسم. حبيبتي يا اهلين وسهلين جماعه الفيسبوك، البث يعني ظريف، عم تشوفوني عم تسمعوني، لانه انا ما عم شوف يعني على الفيسبوك قليل، يعني قليل كتير اللي بشوفوني على الفيسبوك. تمام، هلا هون عنا كمان على اليوتيوب. يلا لكان احنا رح نبلش، بدنا الشاورما بعد اذنك حبيبتي. ان شاء الله يا عمري، ان شاء الله انا عندي عامله شاورما فيديو، فيكم تكتبوا بالبحث باليوتيوب، تكتبوا بالبحث فوق مطبخنا السوري وتكتبوا اي اكله بدكم اياها، يعني فيكم تكتبوا المطبخنا السوري الشاورما رح يطلع لكم الفيديو، كل الفيديوهات اللي انا عاملتها بتطلع لكم، يعني اي اكله بتجي لبالكم بس اكتبوا مطبخنا السوري وبعدين اكتبوا اسم الاكله. سمعت عندكم امطار وسيول، ان شاء الله مش عندكم. ايه والله يا ام مصطفى، امبارحه مو طبيعي المطر يعني، واول امبارح فعلا كان كتير وفي سيول، بس يعني المناطق هيك بتكون شوي متطرفه يعني. لا الحمد لله ما في شيء. عليكم السلام يا هلا، يا ميت اهلين وسهلين، اهلا وسهلا. مارلين يا هلا، اهلين حبيبتي. يلا انا هدول الباذنجانات هلا اللي انا قلت لكم من امبارح، انا كنت عامله شوي واخذت منهم بس قطعه صغيره، هدول بدي احطهم هلا. فيكم تدقون دق، فيكم تفرمون فرم، فيكم كمان بال محضرة الطعام تعملون كله بيصير، بس انا اليوم رح اعملهم هيك بهالشكل هذا. يعني بالمتبل انا ما بحب يكون كتير مهروس، يعني ما بحب يكون كتير ناعم مثل ال، وبعرف مبين هيك على الجهتين. تمام، فانا بحب ساوي هيك بالسكين، هي كمية قليلة يعني، هدول بيطلعوا شي باذنجانتين مشويين تقريبا. بس مثل ما قلت لكم جيبوا هداك اللي بيكون الباذنجان بيكون كبير افضل، هذا حتى طلع اغلبه فيه بزر يعني، وانا يعني ما بفضل انه يكون فيه بزر، بس انا قلت بقيم تنتين بس حتى ارجيكم اياهم. طبعا احنا رح نعمله بالسكين، بلاقي اطيب يعني، بيجي هيك ما يكون كتير ناعم، حسب ذوقكم. كمان في ناس بتحب تطحن وتعمله هيك مثل مسبح كتير كتير ناعم، انا بلاقيه هيك افضل يعني. خلي لي اياك يا ام مصطفى، تسلمي لي يا رب. لانا شكرا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. بلشتي ام مصطفى بلف الورق العنب ولا هلا بدك تبلشي؟ شايفين الكمية يعني هي قليلة بس بتعمل كمان يعني صحن منيح، يعني اذا يعني صحن صغير باذنجانتين بيكون منيح. ليان مساء الورد يا هلا، اهلين وسهلين حبيبتي، كل شيء متحدياتك يا ام الزر طيب، يعطيكي العافيه. لانا حبيبتي يا لانا، شكرا يا عمري. انت فاذا انا هذا الباذنجان كيف شويته، فيكم تحطوه مثل ما هو على الغاز مباشره، هو يعني هو مقشر، بس هيك شوي بتثقبوه بالسكين وبتحطوه، اما تشوه على الغاز على النار مباشره أو بتحطوه بالفرن، أنا حطيته بالفرن. تمام، بتثقبوه هيك شوي بالسكين وبتحطوه بصينية وبتحطوه بالفرن. مبلشة قبل وقت، خلصت نص الكمية تقريبا، الله يعطيك العافية، تاكلون بالهنا يا أم مصطفى، تاكلون بالهنا. إما بتحطوهم بالفرن أو بتشوون على الغاز حسب ما بتكون أنتوا اللي بيريحكم. إذا عاملين كمية كبيرة انا بفضل اذا بدنا نعمل كميه كبيره نحطها بالفرن، يعني انا هذا الباذنجان بالعاده بجيب كميات كبيره بشويهم
وبحطهم بعدين بصفيهم، ضروري تصفون يا بنات، حطون هيك بهالشكل هذا، صفون بالمصفاية وبعدين بعبيهم بكياس حسب قد ايه انا بدي يعني الكمية، بحطهم بكياس وبحطهم بالمجمدة، امتى ما بدكم تطلعون تساوون. انا بحبها يمكن الهيل طعمته غالبة فيه، يكون الهيل شو هو الهيل بالمتبل ما في هيل، شو سؤالك حبيبتي؟ بس ارفع هذا شوي كأنه ماني عم شوف مزبوط. انا بحبها يكون الهيل طعمته غالبة فيه شيء، شايفيه بيحطوا كتير انواع البهارات، يعني يكون اربع او خمس او خمس، ما بعرف سؤالك يا ريت، اذا ما بعرف اذا عم تحكي على المتبل هذا، متبل الباذنجان. بالنسبة اللي عم بيقلي انه اللايف ما عم بتطولي بالطبخة، هي يا جماعة هذا اللايف يعني نحنا بدنا نطلع نسأل وندردش شوي ونحكي ويسأل تسألوا انتوا انا جاوبكم، حتى ما تضوجوا انا عم بعملكم طبق صغير او اكلة بسيطة، يعني انه نتسلى نكسب وقت ونحنا عم نسأل ونجاوب. فحتى الشاورما ايه تمام، الهيل كتير بيعطيها طعم طيب، بتروح الزنخة اللي فيها احلى شيء. ست ام منذر والله وصفاتي كلها بدون استثناء ما في اطيب منها من بالمهنام. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي فايزه، حبيبتي يا فايزه. الهيل كتير طيب مع الشاورما، مع تتبيله اللحم يعني تتبيله الدجاج. انا بعد ما عملته هيك راح احطه، شفتوا قد ايه يعني هي الكميه قليله بس يعني تعمل صحن منيح. رح نزلهم هون. هلا انا رح اعطيكم يعني مقادير تقريبيه، يعني حسب انتم مثلا قد ايه عاملين الكميه، يعني هذول مثل ما قلت لكم شايفين الكميه طلعت هالقد، بس انا رح اعمل صحن صغير. قد انتم قد ايه عاملين مثلا الكميه، بتحطوا اللبن والطحينه على ذوقكم. هلا في البعض بيحط كمان عصير ليمون معه شوي، انا اللبن عندي هو طعمه حامض شوي فانا ما ححط ليمون، اللي بيحب يضيف ليمون بعدين ممكن يضيف، يعني اللي بيحب يحط له عصرة ليمونة بسيطة ممكن. دقة هون شوي كمان من الثوم. هلا الشاورما الصراحة بدها هي بهارات يعني، بس اذا طاغي عليها نكهة الهيل بتعطي طعم طيب. انا بحط لها بهارات كتير صراحة، بس كمان الهيل بيعطيها طعمة طيبة. رح احط شوي كمان من الثوم على صغيرة. يا واللبن، هلا اللبن احيانا ممكن يكون عندكم اللبن شوي سائل، او هلا انا شايفين اللبن عندي جامد شوي، فراح احط يعني انا التوم كمان حاطط له ملح، يعني انتبهوا بدكم تحطوا الملح، شايفين اللبن عندي جامد شوي، فانتوا اذا عندكم شوي سائل حاولوا تحطوا يعني الكميه تكون اكثر من اللي انا حطيتها، عفوا اقل، لانه حتى ما يصير كثير عندكم يعني سائل المتبل. وبدي اضيف عليه كمان، احط شوي من الملح، انا حاطه ملح بس مو كثره يعني، بحط شوي وبندوق هلا. والطحينه كمان، هلا انا حطيتهم معلقتين تقريبا من اللبن حسب الكميه اللي انتم حاطينها. مسامر يا مسا الخيرات اهلين، راح احط كمان هون معلقتين من الطحينة، بس طبعا معلقتين الطحينة شوي اقل بيكونوا، مو معرمين مثل معلقة اللبن. يا ميت اهلين وسهلين، شيروا لنا البث يا صبايا لحتى يوصل، يعني هلا الاغلبية يعني انا بحط الموعد صحيح بس ما الكل بيوصلون اشعار، ما بعرف عم ببين عندكم. هلا انا بخلطهم، انتوا وقت بتكونوا عم تخلطوا ببين معكم، اذا احتاج شوي لبن بتضيفوا او بده شوي طحينه بتضيفوا، يعني انتوا بتذوقوا، عرفتوا كيف؟
يعني هي هاي المقادير تقلبية حسب كمية الباذنجان اللي انتو عاملينه. شايفين كيف هلا هو طلع هيك قوامه؟ انا بتصور انه اللبن عندي كتير جامد، احط معلقة صغيرة بس من اللبن. اللبن عندي كتير جامد انا، يعني ما كتير هيك، يعني 3 معالق تقريبا من اللبن. وبتدوقوه هلا بتشوفوا اذا بده ملح، او مثلا اللبن عندكم مو حامض بدكم تحطوا له شويه حامض. انا ما بحط له دائما حامض، يعني بلاقي انه على حموضه اللبن اذا اللبن شوي حامض وخلص. الباذنجان لما بدنا نعمله بالفرن بنضيف عليه شيء ولا بنحطه بدون ولا اي شيء؟ ما حطيت له ولا اي شيء، يعني بس جبت الباذنجان وثقبته هيك شوي وحطيتهم بالصاج تبع الفرن ودخلتهم على الفرن. بس لقيتوا القشره تبعيت الباذنجان بتشل عليه من فوق ومن تحت، واعلى درجه عندكم كمان، يعني الفرن قد ايه بيتحمل اعلى درجه عندكم بتحطوا. ما بس لقوا القشره بلشت هيك يعني تصير تكرمش هيك او تجعد شوي، بيكون استوى. او بتختبروه بالسكين، بترجعوا هيك بتشكوا بتشوفوا صار ما صار، بتختبروه بالسكين. شايفين هلا هذا هو القوام، هيك بده يكون، يعني هيك شكله، ما بيحتاج اكثر من هيك. بتدوقوا انتم بتشوفوا اذا بده مثلا شوي ملح او شوي لبن او طحين، يعني هذا مثل ما قلت لكم هي مقادير تقريبيه بتكون حسب انتم قد ايه بدكم قوامه يكون. جمعت الفيسبوك، يسلم قلبك حبيبتي سلمى، سلام ما بعرف، سلام كأنه والله ما بعرف، حين بيكون اسم بنت، هي بنت بس الاسم اسم شاب ما بعرف يعني كيف. تمام هلا هيك صار تمام. اللي بيحب مثلا بده اياه يكون اخف من هيك كثافته، بس هو هيك بيكون شكله بهالشكل هذا. شايفين كيف رغم انه انا مستخدمه هاي الطحينه، انا اللي بستخدمها هون هاي غامقه مو مثل الطحينه اللي عندنا ببلادنا بتلاقوها نحن على بيضه بتصير، رغم انه هاي قديش غامقه، هاي بتساوي لونه غامق يعني، مع هيك ضل شايفين اللون كيف طلع، يعني اشقر طلع فاتح، لان المي كلها انا تخلصت منها من امبارحه حطيته وصفيته. هاي المي السوداء اللي بتنزل من الباذنجان ضروري تصفوه لحتى اصلا يعني بتعطي شويه مرار، وكمان بتغير لون المتبل بصير لونه غامق، رغم انه هاي الطحينه كثير غامقه، يعني هي بالعاده بتغمق لي الاكل، يعني اذا بعمل شغلات فيها طحينه بتغمق لي اياها هاي النوع من الطحينه، لانه هون مو مثل هم بحمصوا سمسم وبعدين بيعملوا طحينه. شايفين كيف لونها بيكون غامق مو مثل اللي عندنا بتكون فاتحه شوي، اللي يعني بسوريا يعني قصدي اللي بتكون فاتحه، بس هي لونها بيكون غامق. حبيبه قلبي نور نورك يا عمري، اهلا وسهلا. رح حط شوي، حطهم بالصحن شوي تشوفوهم. طبعا المتبل اطيب شيء يكون في معه كمان الزيت، وقت نحط على الوجه شوي من الزيت. رح حط شوي ثواني انا حاطه كمان شوي زينب شوي من البقدونس، فكنت حاطه البقدونس هاي فارمه شوي من البقدونس، لانه امبارحه كمان نضفت للعجه. انا بنت ام فيروز اذا بدك. حبيبه قلبي يا ميت اهلين وسهلين، اهلين وسهلين بام فيروز. فكنت عامله العجه امبارحه، حطيت شوي كمان للعجه. رح احط شوي هون بس حتى نحطهم بالصحن شوفوا. شايفين قديش يعني اذا انتم عندكم الباذنجان موجود بالمجمده بتطلعوا قبل بشي نص ساعه وبتعملوا شغلته كتير كتير سهله. يعني حد اذا عندكم كبه عاملين كبه، هو يعني مقبلات يعني امتى ما بدكم بتطلعوا من الفريزر وبتساووا. يا ريت حمد يا ميت اهلين وسهلين، اهلا وسهلا. شوي دبس رمان على الوجه، ايه هلا بنحط شوي نحن نزينه، هلا للتزيين بنقدر نزينه كيف ما بدنا.
آثار، يا ميت أهلا وسهلا حبيبتي، يسعد أوقاتك. فادية صباح الخيرات يا أهلين. التزيين أنتو كيف ما كيف بتكون بتزينوا، كيف الطريقة اللي بتكون إياها بتساووا؟ بس أنا يعني أنا الصراحة أنا بيعرفوني، يعني حتى أهلي بيعرفوني وأهل بيتي بيعرفوني، يعني أكثر المقبلات اللي بحبها هو هذا المتبل. امبارحة والله يا حبيبتي امبارحة ما عملنا بث، امبارحة كان جمعة فتوقعت إنه الأغلبية بيكونوا مثلك هيك طالعين من البيت، فما عملت امبارحة بث. اليوم يعني ما راح عليك شيء، أنا يعني صدقا من كل أكثر المقبلات بحب هذا النوع من المقبلات، بلاقي إنه يعني هيك مميز غير عن كل شيء مقبلات تانية. طبعا كل شيء مقبلات طيبة، بس إنه هذا بلاقيه مميز، يعني بحسه هيك غير شكل، لأنه نكهة الشوي بتطلع بالبيت. مجان أم محمد يا هلا أهلين وسهلين، سعد هالمسا. نحط شوي هيك من البقدونس هون، طبعا فيكم تحطوا شوي من الفلفله الحمراء كمان، الزينو، دبس رمان مثل ما قالت ام مصطفى. سائل مساء الخيرات يا هلا، ما بعرف اذا اعذروني اذا الاسم ما انقرا معي مظبوط. انا عم بقرا تعليقاتكم بس لحطها هيك، نحط شوي بس من الزينه بالشكل، يعني انا بجد هاي بحسها اطيب مقبلات. وشفتوا قد ايه كانت كميه الباذنجان صغيره، انا من زمان بدي اشتري. وين حطيت الزيت انا؟ والله ما بعرف وين حطيت الزيت. أم يمان حبيبة قلبي دخيل عينك، تسلمي لي يا رب. شوفوا لأجيب الزيت، ما بعرف إليك ثواني لأجيب الزيت. نحط شوي كمان من الزيت. المقبلات هذول انا بلاقيهم، والعجه اللي بدكم تشوفوها كمان بعد اللي عملتها من امبارح، قلت لكم رح نزل لكم الفيديو، بجد كثير طيب، لانه الباذنجان بيكون شايفين منظره ما احلى. ما بعرف اذا مبين على عليكم هيك بهالشكل هذا. فيكم تزينوا طبعا شويه فلفله حمراء، فيكم تحطوا شويه دبس رمان اللي بحب. مرحب يا ميت اهلين وسهلين. ديما اهلا وسهلا. لو صارت تسميكه هل ممكن اضافه مع ايه؟ اذا عندك اللبن كثير سميك فيك تحطي مع اللبن، يعني انت اللبن بس شفتي سميك حطي لك بالمعلقه بس مو اكثر، بالمعلقه حطي شويه مي هيك تطري واستخدمي بنفس هذا الوقت على الساعه 2:30 بنعمل اللايف، وبشوفكم ان شاء الله. بتمنى الكل يكون موجود، يعني بتمنى انه يكون في عدد كبير من الموجودين. بحبكم كثير وبترككم بخير. يلا سلام.